بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: ذكر ما ورد في فضلها، أي سورة البقرة مع آل عمران. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو نعيم، حدثنا بشير بن مهاجر، حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت جالساً عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: تعلموا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. قال: ثم سكت ساعة صلى الله عليه وسلم، ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران، فإنهما الزهراوان يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان، أي سحابتان، أو غيايتان، أو فرقان من طير صواف، يعني يظلان صاحبهما يوم القيامة. وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، أي القوي، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر، يعني جعلتك تصوم وأسهرت ليلك لعبادة الله، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، يعني حلتان عظيمتان، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكم القرآن. ثم يقال: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، وهو في صعود ما دام يقرأ، هذا كان، أي بسرعة أو ترتيلا. القرآن العظيم يشفع لصاحبه المسلم. اللهم وفقنا لتلاوة كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم والعمل بذلك. وروى ابن ماجه رحمه الله من حديث بشير بن المهاجر بعضه، وهذا إسناد حسن على شرط مسلم، فإن بشير هذا أخرج له مسلم ووثقه ابن معين رحمهم الله، وقال النسائي رحمه الله: ليس به بأس، إلا أن الإمام أحمد رحمه الله قال فيه: هو منكر الحديث. قد اعتبرت أحاديثه فإذا هي تجيء بالعجب. وقال البخاري رحمه الله: يخالف في بعض حديثه. وقال أبو حاتم الرازي رحمه الله: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن عدي رحمه الله: روى ما لا يتابع عليه. وقال الدارقطني رحمه الله: ليس بالقوي. هذا الراوي بعضهم وثقه وبعضهم تكلم فيه. قلت، قال ابن كثير رحمه الله: قلت ولكن لبعضه شواهد، ومن ذلك
حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الملك بن عمرو، حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه شافع لأصحابه يوم القيامة، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أهلهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن، اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وقد رواه مسلم رحمه الله في الصلاة من حديث معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام عن جده أبي سلام ممطور الحبشي عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه به. الزهراوان المنيران من النور، والغيايا ما أظلك من فوقك، كل ما يظلك يسمى غيايا، والفرق القطعة من الشيء يعني قطعة من الطير، والصواف المصطفة المتضامة، والبطلة السحرة، ومعنى لا تستطيعها أي لا يمكنهم حفظها، وقيل لا تستطيع النفوذ في قارئها، والله أعلم. ومن ذلك حديث النواس بن سمعان رضي الله عنهما قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد بن عبد ربه، حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير قال: سمعت النواس بن سمعان رضي الله عنهما الكلابي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد، قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما أن يشفعان للمسلم. فعلينا أن نلزم تلاوة القرآن وتدبره والعمل به. اللهم أعنا ووفقنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ورواه مسلم رحمه الله عن إسحاق بن منصور عن يزيد بن عبد ربه به، والترمذي رحمه الله من حديث الوليد بن عبد الرحمن الجرشي به، وقال حسن غريب. وقال أبو عبيد رحمه الله: حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير قال: قال حماد: أحسبه عن أبي منيب عن عمه أن رجلاً قرأ البقرة وآل عمران، ولما قضى صلاته قال له كعب: أقرأت البقرة وآل عمران؟ قال: نعم. قال: فوالذي نفسي بيده، إن فيهما اسم الله الذي إذا دعي به استجاب. قال: فأخبرني به. قال: لا، والله لا أخبرك به، ولو أخبرتك لأوشكت أن تدعوه بدعوتي أهلك فيها أنا وأنت. قال أبو عبيد رحمه الله: وحدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن سليم بن عامر
أنه سمع أبا أمامة رضي الله عنه يقول: إن أخاً لكم أري في المنام أن الناس يسلكون في صدع جبل وعر طويل، في شق جبل وعر صعب، وعلى رأس الجبل شجرتان خضراوان تهتفان، هل فيكم من يقرأ سورة البقرة؟ وهل فيكم من يقرأ سورة آل عمران؟ قال: فإذا قال الرجل نعم دنتا منه، أي قربتا منه بأعذاقهما حتى يتعلق بهما فنخطران به الجبل، أي يصعدان الجبل. قال أبو عبيد: وحدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن أبي عمران أنه سمع أم الدرداء رضي الله عنها تقول: إن رجلاً ممن يقرأ القرآن أغار على جار له فقتله، أعوذ بالله، وإنه أقيد به، أي اقتص فقتل، فما زال القرآن ينسل منه سورة سورة حتى بقيت البقرة وآل عمران جمعة، ثم إن آل عمران انسلت منه وأقامت البقرة جمعة، فقيل لها: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد؟ قال: فخرجت كأنها السحابة العظيمة. قال أبو عبيد رحمه الله: أراه، يعني أنهما كانتا معه في قبره تدفعان عنه وتؤنسانه، فكانتا من آخر ما بقي معه من القرآن. وقال أيضاً: حدثنا أبو مسر الغساني عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي أن يزيد بن الأسود الجرشي كان يحدث أنه من قرأ البقرة وآل عمران في يوم برئ من النفاق حتى يمسي، ومن قرأهما في ليلة برئ من النفاق حتى يصبح. قال: فكان يقرأهما كل يوم وليلة سوى جزئه، أي الذي يقرأ. قال أيضاً: وحدثنا يزيد عن ورقاء عن إياس عن سعيد بن جبير قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من قرأ البقرة وآل عمران في ليلة كان أو كتب من القانتين، أي العابدين لله، فيه انقطاع، أي سقط من سنده راو، ولكن ثبت في الصحيحين رحمهم الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في ركعة واحدة، يعني في قيام الليل. اللهم وفقنا للزوم تلاوة كتابك والعمل به، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ذكر ما ورد في فضل السبع الطول، يعني السبع سور الطوال. قال أبو عبيد رحمه الله: حدثنا هشام ابن إسماعيل الدمشقي عن محمد بن شعيب عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي المليح عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت السبع الطول مكان التوراة، أعطيت المئين ذات المئتين مكان الإنجيل، أعطيت المثاني مكان الزبور، وفضلت بالمفصل من الحجرات إلى قل أعوذ برب الناس. هذا حديث غريب، وسعيد بن بشير فيه لين، وقد رواه أبو عبيد رحمه الله أيضا عن عبد الله بن صالح عن الليث عن سعيد بن أبي هلال قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكره، أي ما تقدم والله أعلم، ثم قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب عن حبيب بن هند الأسلمي عن عروة عن عائشة أم المؤمنين
رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ السبع وهو حبر، أي من قرأ السبع السور الطوال وهو عالم، إذا قرأها وعلم ما فيها. الحبر أي العالم. وهذا أيضا غريب، وحبيب ابن هند ابن أسماء ابن هند ابن حارثة الأسلمي روى عنه عمرو ابن أبي عمرو وعبد الله ابن أبي بكرة، وذكره أبو حاتم الرازي رحمه الله، ولم يذكر فيه جرحا، أي لم يذكر فيه ما يضعفه. والله أعلم. وقد رواه الإمام أحمد رحمه الله عن سليمان بن داود وحسين كلاهما عن إسماعيل بن جعفر به، ورواه أيضا عن أبي سعيد عن سليمان بن بلال عن حبيب بن هند عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر، أي عالم، إذا فهم وعمل. قال أحمد رحمه الله: وحدثنا حسين حدثنا ابن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال عبد الله بن أحمد رحمهم الله: وهذا أرى فيه عن أبيه رضي الله عنه عن الأعرج، ولكن كذا كان في الكتاب بلا أبي، أغفله أبي، أو كذا هو مرسل. ثم قال أبو عبيد رحمه الله: حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير رحمه الله في قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، قال: هي السبع الطول، أي السبع سور الطوال، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس، هذه السبع سور الطوال، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس. قال: وقال مجاهد رحمه الله: هي السبع الطول، وهكذا قال مكحول وعطية بن قيس وأبو محمد الفارسي وشداد بن عبيد الله ويحيى بن الحارث الذماري في تفسير الآية بذلك وفي تعدادها، وأن يونس هي السابعة. فصل: والبقرة جميعها مدنية، سورة البقرة كلها مدنية بلا خلاف. قال بعض العلماء رحمهم الله: وهي مشتملة سورة البقرة على ألف خبر وألف أمر وألف نهي. وقال العادون: آياتها 287 آيات، 287 آيات، وكلماتها 6000 كلمة ومائة وإحدى وعشرون كلمة، وحروفها 25,500 حرف، فالله أعلم. قال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت بالمدينة سورة البقرة. وقال خصيف عن مجاهد عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: أنزلت بالمدينة سورة البقرة. وقال الواقدي رحمه الله: حدثني الضحاك بن عثمان عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه رضي الله عنه قال: نزلت البقرة بالمدينة. وهكذا قال غير واحد من الأئمة والعلماء والمفسرين رحمهم الله، ولا خلاف فيه. وقال ابن مردوية رحمه الله: حدثنا محمد بن معمر، حدثنا الحسن بن علي بن الوليد الفارسي، حدثنا خلف
بن هشام حدثنا عبيس بن ميمون عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا سورة البقرة ولا سورة آل عمران ولا سورة النساء وكذا القرآن كله، ولكن قولوا السورة التي يذكر فيها البقرة والتي يذكر فيها آل عمران وكذا القرآن كله. هذا حديث غريب لا يصح رفعه. وعيسى بن ميمون هذا هو أبو سلمة الخواص، وهو ضعيف، وهو ضعيف الرواية، لا يحتج به. وقد ثبت في الصحيحين رحمهم الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه رمى الجمرة، أي جمرة العقبة، في يوم النحر من بطن الوادي، فجعل البيت عن يساره، أي جعل الكعبة عن يساره المشرفة ومنى عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. أخرجاه البخاري ومسلم. ودل على جواز قول سورة البقرة. وروى ابن مردويه رحمه الله من حديث شعبة عن عقيل ابن طالحة عن عتبة بن فرقد قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه تأخراً فقال: يا أصحاب سورة البقرة. وأظن هذا كان يوم حنين حين ولوا مدبرين، أمر العباس رضي الله عنه فناداهم: يا أصحاب الشجرة، أي بيعة الرضوان، يعني أهل بيعة الرضوان، وفي رواية: يا أصحاب البقرة، ولينشطهم بذلك. فجعلوا يقبلون من كل وجه رضي الله عنهم. وكذلك يوم اليمامة مع أصحاب مسيلمة جعل الصحابة رضي الله عنهم يفرون لكثافة حشر بني حنيفة، فجعل المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم يتنادون: يا أصحاب سورة البقرة، حتى فتح الله عليهم رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. قد اختلف المفسرون رحمهم الله في الحروف المقطعة التي في أوائل السور، ومنهم من قال هي مما استأثر الله بعلمه فردوا علمها إلى الله ولم يفسروها، قالوا الله أعلم بمعناها، اللهم لم يفسرها، والنبي صلى الله عليه وسلم يفسرها، فنقول الله أعلم بمراده بذلك. حكاه القرطبي رحمه الله في تفسيره عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم به، يعني قالوا مما انفرد الله بعلمه، لا نعرف معنى الحروف التي في أوائل السور، فلنقول الله أعلم بمراده به. وقال عامر الشعبي وسفيان الثوري والربيع بن خثيم رحمهم الله، واختاره أبو حاتم بن حبان رحمه الله، ومنهم من فسرها، واختلف هؤلاء في معناها. فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنما هي أسماء السور. قال العلامة أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري في تفسيره وعليه إطباق الأكثر، ونقله عن سيبويه أنه نص عليه، ويعتضد هذا بما ورد في الصحيحين رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة: ألف لام ميم السجدة، وهل أتى على الإنسان. وقال سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: ألف لام ميم وحاميم وألف لام ميم صاد وصاد، فواتح افتتح الله بها القرآن.
وكذا قال غيره عن مجاهد. وقال مجاهد رحمه الله في رواية أبي حذيفة موسى بن مسعود عن شبل عن ابن أبي نجيح عنه أنه قال: ألف لام ميم اسم من أسماء القرآن. وهكذا قال قتادة وزيد بن أسلم رحمهم الله. ولعل هذا يرجع إلى معنى قول عبد الرحمن بن زيد أنه اسم من أسماء السور، فإن كل سورة يطلق عليها اسم القرآن، فإنه يبعد أن يكون ألف لام ميم صاد اسما للقرآن كله، لأن المتبادر إلى فهم سامع من يقول قرأت ألف لام ميم صاد، إنما ذلك عبارة عن سورة الأعراف لا لمجموع القرآن، والله أعلم. وقال هي اسم، وقيل هي اسم من أسماء الله تعالى. وقال الشعبي رحمه الله: فواتح السور من أسماء الله تعالى. وذلك وكذلك قال سالم بن عبد الله وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير. وقال شعبة عن السدي: بلغني أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ألف لام ميم اسم من أسماء الله الأعظم. هكذا رواه ابن أبي حاتم رحمه الله من حديث شعبة. ورواه ابن جرير رحمه الله عن بندار عن ابن مهدي عن شعبة قال: سألت السدي رحمه الله عن حاميم وطاسين وألف لام ميم، فقال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي اسم الله الأعظم. وقال ابن جرير رحمه الله: وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أبو النعمان، حدثنا شعبة عن إسماعيل السدي عن مرة الهمداني قال: قال عبد الله رحمه الله رضي الله عنه، فذكر نحوه وحكى مثله عن علي وابن عباس رضي الله عنهما. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: هي قسم أقسم الله به، وهو من أسماء الله تعالى. وروى ابن أبي حاتم وابن جرير رحمهم الله من حديث ابن علي عن خالد الحذاء عن عكرمة أنه قال: ألف لام ميم قسم. ورويا أيضا رحمهم الله من حديث الشريك بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما: ألف لام ميم قال: أنا الله أعلم. وكذا قال سعيد بن جبير. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ألف لام ميم قال: أما الألف لام ميم فهي حروف استفتحت من حروف هجاء أسماء الله تعالى. وقال أبو جعفر الرازي رحمه الله عن الربيع بن أنس عن أبي العالية رحمهم الله في قوله تعالى: ألف لام ميم قال: هذه الأحرف الثلاثة من التسعة والعشرين حرفا دارت فيها الألسن كلها، ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه، وليس منها حرف إلا وهو من آلائه أي نعمه وبلائه، وليس منها حرف إلا وهو في مدة أقوام وآجالهم. قال عيسى بن مريم عليهم السلام وعجب فقال: وأعجب أنهم ينطقون بأسمائه ويعيشون في رزقه فكيف يكفرون به. فالألف مفتاح اسم الله، واللام مفتاح اسمه لطيف، والميم مفتاح اسمه مجيد. فالألف آلاء الله، واللام لطف الله، والميم مجد الله أي عظمة الله. والألف سنة، واللام 30 سنة، والميم 40 سنة، هذا لفظ ابن أبي حاتم ونحوه رحمه الله. رواه ابن جرير رحمه الله. ثم شرع يوجه كل واحد من هذه الأقوال ويوفق بينها، وأنه لا منافات
بين كل واحد منها وبين الآخر، وأن الجمع ممكن، فهي أسماء السور، ومن أسماء الله تعالى افتتح بها السور، فكل حرف منها دل على اسم من أسمائه وصفة من صفاته، كما افتتح سورا كثيرة بتحميده وتسبيحه وتعظيمه. قال: ولا مانع من دلالة الحرف منها على اسم من أسماء الله، وعلى صفة من صفاته، وعلى مدة وغير ذلك، كما ذكره الربيع بن أنس عن أبي العالية، لأن الكلمة الواحدة تطلق على معان كثيرة، كلفظة الأمة فإنها تطلق ويراد بها الدين، كقوله تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة، ويطلق ويراد بها الرجل المطيع لله، كقوله تعالى: كقوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وتطلق ويراد بها الجماعة، كقوله: وجد عليه أمة من الناس يسقون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وتطلق ويراد بها الحين من الدهر أي الوقت، كقوله: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أي بعد حين على أصح القولين. قال: فكذلك هذا حاصل كلامه موجها، ولكن هذا ليس كما ذكره أبو العالية رحمه الله، فإن أبا العالية زعم أن الحرف دل على هذا وعلى هذا وعلى هذا معا، ولفظة الأمة وما أشبهها من الألفاظ المشتركة في الاصطلاح إنما دل في القرآن في كل موطن على معنى واحد دل عليه سياق الكلام، وأما حمله على مجموع محامله إذا أمكن ومسألة مختلف فيها بين علماء الأصول أصول الفقه، ليس هذا موضوع البحث فيها، والله أعلم. ثم إن لفظ الأمة يدل على كل معانيه في سياق الكلام بدلالة الوضع، وأما دلالة الحرف الواحد على اسم يمكن أن يدل على اسم آخر من غير أن يكون أحدهما أولى من الآخر في التقدير أو الإضمار بوضع ولا بغيره، فهذا مما لا يفهم إلا بتوقيف يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة مختلف فيها وليس فيها إجماع حتى يحكم به، وما أنشدوه من الشواهد على صحة إطلاق الحرف الواحد على بقية الكلام فإن في السياق ما يدل على ما حذف بخلاف هذا، كما قال الشاعر: قلنا قفي لنا فقالت قافي، لا تحسبي أنا نسينا الإيجاف، قالت قاف من قفا من قفي يعني وقفت، وقال الآخر: ما للظليم عالا ما للظليم عالا كيف لا يا كيف لا يا ينقد منه جلده إذا يا. قال ابن جرير: فأنه أراد أن يقول إذن يفعل كذا إذن يفعل كذا وكذا، فاكتفى بالياء من يفعل، وقال الآخر: بالخير خيرات وإن شرا فاء، ولا أريد الشر إلا أنثى، يقول: وإن شرا فشر، ولا أريد الشر إلا أن تشاء، فاكتفى بالفاء والتاء من الكلمتين عن بقيتهما، ولكن هذا ظاهر من سياق الكلام، والله أعلم. قال القرطبي رحمه الله: وفي الحديث: من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة، يعني أعان على قتل مسلم بنصف كلمة، فإنه يكون مجرما. قال شقيق: هو أن يقول في اقتل قاء. وقال خصيف عن مجاهد أنه قال: فواتح السور كلها قاف وصاد وحاميم وطاسيم ميم وألف لام راء وغير ذلك هجاء موضوع. قال بعض أهل العربية: هي حروف من حروف المعجم، استغني بذكر ما ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقيها التي هي تتمة 28 حرفا،
كما يقول القائل: ابني يكتب في ألف باء تاء ثاء، أي في حروف المعجم 28، فيستغني بذكر بعضها عن مجموعها، حكاه ابن جرير. قلت: مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها 14 حرفاً، وهي ألف لام ميم صاد راء كاف ياء عين طاء سين حاء قاف نون، يجمعها قولك: نص حكيم قاطع له سر، وهي نصف الحروف عددا، والمذكور منها أشرف من المتروك، وبيان ذلك من صناعة التصريف. قال الزمخشري: وهذه الحروف 14 مشتملة على أنصاف أجناس الحروف، يعني من المهموسة والمجهورة ومن الرخوة والشديدة ومن المطبقة والمفتوحة ومن المستعلية والمنخفضة، ومن الأجناس المعدودة 30 بالمذكورة منها. وقد علمت أن معظم الشيء وجله ينزل منزلة كله. ومنها هنا لحظ بعضهم في هذا المقام كلاما فقال: لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى عبثا ولا سدى. ومن قال من الجهل إنه في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطأ، فقد أخطأ خطأ كبيرا، فتعين أن لها معنى في نفس الأمر. فإن صح لنا فيها عن المعصوم أي الرسول صلى الله عليه وسلم شيء قلنا به، وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا آمنا به كل من عند ربنا. ولم يجمع العلماء رحمهم الله فيها على شيء معين، وإنما اختلفوا، ومن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه، وإلا فالوقف حتى يتبين هذا مقام. المقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور ما هي، مع قطع النظر عن معانيها في أنفسها. فقال بعضهم: إنما ذكرت لنعرف بها أوائل السور، حكاه ابن جرير رحمه الله، وهذا ضعيف، لأن الفصل حاصل بدونها فيما لم تذكر فيه وفيما ذكرت فيه بالبسملة تلاوة وكتابة. وقال آخرون: بل ابتدئ بها لتفتتح لاستماعها لتفتح لاستماعها أسماع المشركين، إذ تواصوا بالإعراض عن القرآن حتى إذا استمعوا له تلي عليهم المؤلف منه، حكاه ابن جرير رحمه الله أيضا، وهو ضعيف، أي قول ضعيف أيضا، لأنه لو كان كذلك لكان ذلك في جميع السور لا يكون في بعضها، بل غالبها ليس كذلك. ولو كان كذلك أيضا لم بغى الابتداء بها في أوائل الكلام معهم، سواء كان افتتاح سورة أو غير ذلك. ثم إن هذه السورة والتي تليها، أعني البقرة وآل عمران، مدنيتان ليستا خطابا للمشركين، فانتقض ما ذكروه بهذه الوجوه. وقال آخرون: بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، هذا مع أنه تركيب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته، وهذا معلوم بالاستقراء، وهو الواقع في 29 سورة. ولهذا يقول تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه. ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك
فلا يكن في صدرك حرج منه. ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر، والله أعلم. وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد يعني الوقت، وأنه استخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم الحروب، فقد ادعى ما ليس له وطار في غير مطاره. وقد ورد في ذلك حديث ضعيف ضعيف، والضعيف لا يقبل، وهو مع ذلك أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته، وهو ما رواه محمد بن إسحاق ابن يسار رحمه الله صاحب المغازي. حدثني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن جابر بن عبد الله ابن الإرآب رضي الله عنه قال: مر أبو ياسر ابن أخطب في رجال من يهود برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو فاتحة سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فأتى أخاه حيي بن أخطب في رجال من اليهود فقال: تعلمون، والله لقد سمعت محمدًا صلى الله عليه وسلم يتلو فيما أنزل الله عليه: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. فقال: أنت سمعته؟ قال: نعم. قال: فمشى حيي بن أخطب في أولئك النفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ألم يذكر أنك تتلو فيما أنزل الله عليك؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى. فقالوا: جاءك بهذا جبريل عليه السلام من أجل أمتك، من أجل أمته غيرك. فقام حيي بن أخطب وأقبل على من كان معه فقال لهم: الألف واحدة، واللام 30، والميم 40، فهذه 71 سنة، أفتدخلون في دين نبي إنما مدة ملكه وأجل أمته 71 سنة؟ ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، هل مع هذا غيره؟ قال: نعم. قال: ما ذاك؟ قال: ألف لام ميم صاد. قال: هذه أثقل وأطول، الألف واحدة، واللام 30، والميم 40، والصاد 70، فهذه 31 ومائة سنة، هل مع هذا يا محمد غيره صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: ما ذاك؟ قال: ألف لام راء. قال: هذا أثقل وأطول، الألف واحدة، واللام 30، والراء 200، فهذه 31 ومائتان سنة، فهل مع هذا يا محمد غيره صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: ماذا؟ قال: ألف لام ميم راء. قال: فهذه أثقل وأطول، الألف واحدة، واللام 30، والميم 40، والراء 200، فهذه 71 ومائتان. ثم قال: لقد لبس علينا أمرك يا محمد صلى الله عليه وسلم حتى ما ندري أقليلا أعطيت أم كثير. ثم قال: قوموا عنه. ثم قال أبو ياسر لأخيه حيي ابن أخطب ولمن معه من الأحبار: ما يدريكم، لعله قد جمع هذا لمحمد صلى الله عليه وسلم كله 71 و31 و131 و271 و200، فذلك 704 سنين. فقالوا: لقد تشابه علينا أمره، فيزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيهم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات.
فهذا مداره على محمد بن السائب الكلبي، يعني سنده فيه ضعيف، وهو ممن لا يحتج به، بما لا يحتج بمن فرد به. ثم كان مقتضى هذا المسلك إن كان صحيحاً أن يحسب ما لكل حرف من الحروف 14 التي ذكرناها، وذلك يبلغ منه جملة كثيرة، وإن حسبت مع التكرر فأتم وأعظم، والله أعلم. على كل حال، الصحيح ما عليه الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن معه من أن الحروف مقطعة، الله أعلم بمراده، لم يفسر لنا معناها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر لنا معناها، فنقول الله أعلم بمراده. وهذا الكلام كله ليس له سند معتمد. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال ابن جريج، قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذلك الكتاب، هذا الكتاب. وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والسدي ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم وابن جريج أن ذلك بمعنى هذا، والعرب تقارض بين هذين الاسمين من أسماء الإشارة، فيستعملون كلا منهما مكان الآخر، وهذا معروف في كلامهم. ذلك الكتاب أي هذا الكتاب، وهو القرآن المجيد، والكتاب القرآن. ومن قال إن المراد بذلك الكتاب الإشارة إلى التوراة والإنجيل كما حكاه ابن جرير وغيره، فقد أبعد النجع، يعني قال قولا بعيدا وأغرق في النزع وتكلف ما لا علم له به. ذلك الكتاب أي هذا القرآن العظيم. والريب الشك، فهذا الكتاب لا شك فيه من عند الله العزيز العظيم. والريب الشك. قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ناس وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم: لا ريب فيه، لا شك فيه، القرآن لا شك فيه أنه من عند الله. وقال هو أبو الدرداء وابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك ونافع مولى بن عمر وعطاء وأبو العالية والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان والسدي وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد. وقال ابن أبي حاتم: لا أعلم في هذا خلافاً. وقد استعمل الريب في التهمة. قال جميل: بثينة قالت: يا جميل أربتني، فقلت: كلانا يا بثين مريب. يعني قد يستعمل الريب بمعنى التهمة. واستعمل أيضا في الحاجة كما قال بعضهم: قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أجممنا السيوف. ومعنى الكلام أن هذا الكتاب وهو القرآن لا شك فيه أنه نزل من عند الله عز وجل، كما قال تعالى في السجدة: ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال بعضهم: هذا خبر ومعناه النهي، أي لا ترتابوا فيه، لا تشكوا فيه. ومن القراء من يقف على قوله لا ريب ويبتدئ بقوله فيه هدى للمتقين، والوقف على قوله تعالى لا ريب فيه أولى للآية التي ذكرنا.
ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ولأنه يصير قول هدى صفة للقرآن، وذلك أبلغ من كون فيه هدى. وهدى يحتمل من حيث العربية أن يكون مرفوعاً على النعت الصفة ومنصوباً على الحال. وخصت الهداية للمتقين، اللهم اجعلنا منهم، كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللهم اهدنا واشفنا واشف قلوبنا وأمراضنا والمسلمين والمسلمات. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على اختصاص المؤمنين بالنفع بالقرآن، لأنه هو في نفسه هدى، ولكن لا يناله إلا الأبرار، كما قال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء، وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، وهدى ورحمة للمؤمنين. اللهم ثبتنا على الإيمان وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقد قال السدي رحمه الله عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم: هدى للمتقين، يعني نورا للمتقين. اللهم نور قلوبنا بالإيمان وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال الشعبي رحمه الله: هدى من الضلالة. قال سعيد بن جبير رحمه الله: تبيان للمتقين. وكل ذلك صحيح. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم: هدى للمتقين، قال: هم المؤمنون. قال محمد بن إسحاق رحمه الله عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: للمتقين، أي الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. للمتقين، أي الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. وقال أبو روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: للمتقين، قال: المؤمنين الذين يتقون الشرك به ويعملون بطاعته. وقال سفيان الثوري رحمه الله عن رجل عن الحسن البصري رحمه الله قوله: للمتقين، قال: اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض عليهم، حافظوا على الأوامر واجتنبوا النواهي. وقال أبو بكر بن عياش رحمه الله: سألني الأعمش رحمه الله عن المتقين، قال: فأجبت، فقال لي: سل عنها الكلبي. فسألته فقال: الذين يجتنبون كبائر الإثم. قال: فرجعت إلى الأعمش فقال: نرى أنه كذلك، ولم ينكره. التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. اللهم اجعلنا من المتقين وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال قتادة رحمه الله: للمتقين، هم الذين نعتهم الله، أي وصفهم الله بقوله: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، الآية والتي بعدها. واختار ابن جرير رحمه الله أن الآية تعم ذلك كله،
وهو كما قال. وقد روى الترمذي وابن ماجه رحمهم الله من رواية أبي عقيل عبد الله بن عقيل عن عبد الله بن يزيد عن ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس عن عطية السعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع، يترك ما لا بأس به، يترك بعض الأشياء خوفا من الوقوع في الإثم. لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع، يترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس. ثم قال الترمذي رحمه الله: حسن غريب. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن عمران، حدثنا إسحاق بن سليمان يعني الرازي عن المغيرة بن مسلم عن ميمون أبي حمزة قال: كنت جالسا عند أبي وائل فدخل علينا رجل يقال له أبو عفيف من أصحاب معاذ رضي الله عنه، فقال له شقيق بن سلمة: يا أبا عفيف، ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه؟ قال: بلى، سمعته يقول: يحبس الناس يوم القيامة في بقيع واحد، فينادي مناد: أين المتقون؟ فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستتر. قلت: من المتقون؟ قال: قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله العبادة، فيمرون إلى الجنة. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المعلق: وفي إسناده ميمون القصاب ضعيف. وأصل التقوى التوقي مما يكره، لأن أصلها وقوى من الوقاية. قال النابغة: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقطنا فتناولته واتقطنا باليد. وقال الآخر: فألقت قناعا دون الشمس واتقت بأحسن موصولين كف ومعصم. وقد قيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبي بن كعب رضي الله عنه عن التقوى، فقال له: أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: بلى. قال: فما عملت؟ قال: شمرت، أي رفعت ثيابي واجتهدت. قال: فذلك التقوى، يعني الحذر من الخطر، امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وقد أخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. الله أكبر. فعلينا أن نحذر المعاصي. اللهم اغفر لنا وتب علينا يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وأنشد أبو الدرداء رضي الله عنه يوما: يريد المرء أن يؤتى مناه ويأبى الله إلا ما أراد. يقول المرء: فائدتي ومالي، وتقوى الله أفضل ما استفاد. وفي سنن ابن ماجه رحمه الله عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما استفاد المرء بعد تقوى الله خيرا من زوجة صالحة، إن نظر إليها سرت، وإن أمرها أطاعت، وإن أقسم عليها أبرت، وإن غاب عنها نصحت، نصحته في نفسها وماله. اللهم أصلحنا وأصلح أولادنا وأهلنا والمسلمين والمسلمات. الذين يؤمنون بالغيب، المتقون الذين يؤمنون بالغيب، اللهم اجعلنا منهم. قال أبو جعفر الرازي رحمه الله عن العلاء بن المسيب بن رافع عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه
قال: الإيمان التصديق، الذين يؤمنون بالغيب أي يصدقون بالغيب بكل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: يؤمنون يصدقون. قال معمر عن الزهري رحمه الله: الإيمان العمل. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. وقال أبو جعفر الرازي: الإيمان